الحاجات الغريبة جدا بقى اللي انا بشوفها ان الراجل بيبقى بيحب الست والست بتحب الراجل، بس الاتنين ما عندهمش شجاعة ان هم يصارحوا بعض، وده بالنسبة لي مضيعة للوقت وقلة ادب بصراحة. في المواقف اللي زي دي من رأيي الراجل الجان المفروض هو اللي يروح يصارح البنت الكيوت بمشاعره، صح ولا ايه؟ معانا مداخلة دلوقتي من هايدي حابة تقول لنا رأيها في الحلقة. ازيك يا هايدي؟ احب اعرف ايه رأيك في الحلقة النهاردة؟ لازم الاتنين يبقى عندهم الشجاعة الكافية ان هم يصارحوا بعض بحبهم في الوقت المناسب، وكمان برضو لما يحسوا ان هم مش قادرين يكملوا مع بعض لازم يصارحوا بعض في الوقت المناسب. هناخد مداخلة بقى من الطرف التاني علشان يقول لنا رأيه. ازيك يا حمزة؟ قول لنا بقى ايه رأيك في اللي بتقوله هايدي؟ مدام هايدي معاها حق طبعا، وعايز اضيف حاجة مهمة قوي، لازم الطرفين يكون بينهم ثقة، ولو الثقة ضاعت العلاقة مش ممكن تستمر. حمزة بيتكلم صح. هو طبعا حمزة بيقول كلام صح جدا، وأول مرة الاقي الراجل والست متفقين على نفس الحاجة في البرنامج بتاعي الحقيقة، يعني انتوا كابل كول قوي. عشان كده بقول لهايدي مراتي انت طالق يا حبيبتي. طبعا قلبي معاكي يا هايدي، يعني موقف لا تحسدي عليه، ربنا يطمنك ويقومك بالسلامه ان شاء الله. مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يعوضك خير طبعا.